إلى حياة كريمة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن 150 مدرسة جديدة من المنتظر أن تدخل الخدمة تباعا خلال المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة. وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج حمدي مصطفى إن المدارس الجديدة يتم تنفيذها وفق أكواد خاصة بتطوير التعليم رؤية مصر 2030. مديرية التربية والتعليم بتشهد طفرة كبيرة في إنشاء العديد من المدارس الجديدة من خلال برنامج حياة كريمة. يعني إحنا في محافظة سوهاج بيتم إنشاء أكثر من 150 مدرسة جديدة ضمن برنامج حياة كريمة اللي هيؤدي إلى تخفيض الكثافات. يمكن الكلام ده لم يحدث من قبل في محافظة سوهاج.